تهوانا والقلوب مرتاحة، وحبي وحبك ما له اشراك، صافي بحر ويضم سباحة. وش لي بغيرك دامني وياك، وانت هوانا والقلوب مرتاحة، وحبي وحبك ما له اشراك. انا الفنان علي محمود السامر، فنان عراقي مقيم. اول ما بديت طبعا في دولة الكويت الحبيبة، قدمت أغنية ضيعتني، قدمت أغنية لو تمشي كانها اثنين جاسمها الحزام اللي هي هم شكا شكا هم، وقدمت أغنية تذكرني. وبعدين انطلقت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة، وقدمت كثير من الأعمال مع مجموعة من الفنانين الإماراتيين الإخواني الحبيبين يعني الأعزاء، مثل الأستاذ خالد ناصر والأستاذ فايز سعيد، وانطلقنا هناك انطلاقة كبيرة يعني، وقدمنا أعمال. والآن يعني من ضمن الأعمال هي كانت بمان الله طيري يا حمامة، ويلابس الوردي، أغاني مهمة كانت في وقتها، وبعض الأغاني المسرحيات، وبعض أغاني البرامج كانت التترات يعني. أنا مع الأستاذ المبدع خالد ناصر قدمنا كثير من الأعمال. والآن يعني أنا الآن في الكويت قدمت مجموعة الآن من الأغاني اللي هي العامة والخاصة، لأن في أكو بعض الأغاني خاصة حق شعراء خاصين. والآن هذا عندنا عملين أنا الآن جاي أقيمهم في العراق في استوديو طالب حبيبنا الأستاذ طالب الفضلي، وإن شاء الله يكون يحوز على رضاكم. والله أنا
اقول لك حياتي 90% حزينه، بس انا مبتسم دائما، واللي يشوفني يقول هذا يعني ما عنده شيء. بالعكس، انا مريت بمأساة كبيره، يعني اللي هي ما شفت اهلي. يعني انا اكثر من 18 سنه ما شفت لا امي ولا ابوي ولا ادري عنهم، يعني من خلال الغزو وبعدين توفوا وانا ما ادري عنهم. فكثير يعني انا عشت في الغربه 14 سنه انا بوحدي، يعني لا يعني انا عمري 17 سنه 18 سنه في الامارات، الى ان صار عمري قرابه ال40 انا ما شفت احد، يعني عايش بوحدي وعلى قولتهم مجاهد. يعني حتى دعم يعني شو اسمه اعلامي او شيء ما عندي، ما عدا شخص الله يطول عمره اللي هو الشيخ فيصل بن خالد القاسمي، هو اللي احتضني الرجل. ولو ما هذا الانسان انا كان الله اعلم يعني حقيقه، لان وراء الغزو حقيقه، وبعد الناس ما تلام، لان تسكر بوجهنا كل شيء، لان صاروا يعاملوننا يعني هي المعامله صارت الاعلام ما يرحب. فصرنا على قولتهم شلون دفع ذاتي، يعني انت لازم تاخذ قوتك يومك وبعدين تروح. في ناس كانت، لان العمل اللي صار اللي سواه صراحه العراق شويه في ناس ما تقبلته، يعني كثير ما تقبلوه، يعني صاروا ينظروننا نظره مع الاسف. فصار ما يعزمك بحفله او يستحي منك، هو يحبك، في ضيوف جايين يمكن ما يتقبلونك. فيعني هاي المشكله اللي بالعكس انا المعاناه اللي انا مريت فيها، والله مو قصه يعني اعلام او اني ابين نفسي، وانا عمري ما تكلمت، انت ثرت هذا الموضوع. لا انا حياتي 90% منها حزينه. وبعدين في مع الاسف هم في ناس كانت تشتغل من وراي الله يسامحهم في سبيل تحبيطي يعني او محاربتي، انا اقولها الان ماكو داعي اني اضم او اخفي، لان خلاص اللي راح فاقولها. وايد ناس كثيرين مع الاسف وقفوا يعني في محاربتي، وفي ناس كثيرين ساعدوني. شوف يعني هذا يعني على قولتهم الدنيا ما تخلى، بس انا كثير يعني تعبت بحياتي حقيقة. هاي سنين جبتها وياك، هاي سنين وكعيني مضيفه الدمعة، وقلبي القهر ياكل بيبي من السبت للجمعة. طبعا ذكرياتي الأولى وبدايتي من كنت أنا يعني صغير، طبعا ما بين دولة الكويت الحبيبة وما بين البصرة. فدرست الابتدائية في البصرة والمتوسطة في الكويت، حتى الابتدائية ما بين الكويت والبصرة. بس عندي ذكريات في نشاطات كانت الاتحاد الوطني للشباب، وكنا صغار ذاك الوقت نسوي أناشيد في البصرة الحبيبة، وكان أستاذنا العزيز إذا هو حي إن شاء الله قصي محمد صالح هو أول من اهتم بيه، يعني أنا أوجه له تحية والله بعد ما أدري بي وين هو، الله يحفظه إن شاء الله إذا موجود. وبعدين انتقلت إلى الكويت، أول ما في الكويت طبعا التقيت بالأستاذ طالب غالي معروف في العراق بالبصرة، تحياتنا له. وقدمت من خلال أغنية ضيعتني، أول عمل، يعني أنا كنت وقتها عمري 16-17 سنة. أتذكرها؟ يعني اللي أتذكره يعني والله نسمع لها. ضيعتني وضاع كل عمري بصدودك، وجيت أقول لك وين شوقك، وين يا مدلل الوعودك، وين كلمات المحبة الهدر بينا ليالي، وين وين السوالف يا ربيت بظل دلالي، يا لسقيتك ما يعيني، يا اللي قلبك ما وفالي
صدق لو قالوا يا ناسي المال أول ما لا تالي، صدق لو قالوا يا روحي المال أول ما لا تالي. يعني هذه اللي أذكرها يعني من عندها، كانت هذه أيامها. بعدين قدمت أغنية ثانية تذكرني، وبعدين قدمت، وكل هذا يعني ترى كله بسنتين يعني أو ثلاث سنين يعني، هو 88 و89 و90 صارت تدري أنت الغزو وكذا. أنا قبل الغزو انتقلت إلى الإمارات، جتني دعوة يعني حفل، وصرت أروح للإمارات وأرجع. وطبعا أذكر هنا أخوي الأستاذ طارق بدوي، هو صاحب فضل علي، هو كان مدير إذاعة رأس الخيمة ذاك الوقت، هم وجهوا لي الدعوة، وهو اللي بدأ انطلاقتي هذا الرجل طارق في الإمارات حقيقة. يعني هو مذيع ومدير ولحد الآن صديقي، يعني أخو دنيا أصبح، بالإضافة إلى الشاعر. بعدين تعاونت مع الشاعر الإماراتي عبيد حارب، وبعدين وقبلها مع خالد ناصر اشتغلنا كثير من الأعمال. حققت حلمك؟ والله شوف، بالنسبة للأحلام كثيرة، وطبعا والأمل بالله كبير، في أحلام تتحقق صغيرة، وفي أحلام الكبيرة بعده يعني صراحة ما تحققت، والأمل بالله كبير. والإنسان دائما يتفائل، أكو حلم صغير تشوفه صغير بس هو بالنسبة إلي يكون كبير، يعني حتى مو شرط إنه مادي، يعني استحسان الناس يعني يقولون الله عليك، ترى هذا من ضمن الأشياء الجميلة يعني. وكل شيء أنا عندي إيمان بالله سبحانه وتعالى كبير، هو اللي كاتبه إلك إلك، يعني ما في منه مجال يعني، بس هو الإنسان يسعى. اللهم يقول اسعى يا عبدي ونعينا، فالحلم يأتي من بعد السعي إن شاء الله. ماذا تحب وماذا تكره؟ والله أحب الناس الطيبة والحلوين، وأحب الحياة يعني حالي حال أي إنسان عادي، وأحب السلام طبعا، السلام إن شاء الله يعم على بلدي العراق وعلى الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله، والخير للجميع إن شاء الله بدون أي يعني تحيز بين، يعني إحنا كنا يعني عرب ومسلمين، إن شاء الله كلنا بالخير إن شاء الله يا رب. لمن تقول شكرا ولمن تقول آسف؟ والله أقول آسف إلى كل واحد، لا سمح الله أنا يمكن بدر مني شيء وأنا ما أدري يعني مو عن قصد، وإحنا بهذا الشهر أنا أتأسف من عنده وأنا أعتذر، حتى لو هو كان غلطان أنا هم أعتذر، مو ضعفا إنما يعني شلون تفسرها يعني، لأن ما أحب أنا، يمكن كلنا في لحظة من اللحظات كنا عندنا أعصاب وكذا، وخاف الإنسان يعني تطلع من عنده زلة هو ما يدري عنها، فهذاك الشخص الآخر تحسس منها، بس يمكن هو من باب أدبه ما رد عليك، فأنا أقول له آسف يعني آسف آسف إن شاء الله يسامحني. وأقول شكرا، أقول شكرا والله إلى كل من وقف وياي من الصغير إلى الكبير، وأقول يعني شو أقول لك، أرجع إلى موضوعي يعني ما أنسى اللي أعتبره أنا والدي يعني صراحة، هو الشيخ فيصل بن خالد القاسمي، أقول له شكرا ألف شكر يعني على السنين اللي هو وقف وياي فيها وما أنسى طول حياتي، وشكرا إلى هم في ناس في حياتي طبعا بدون ذكر أسماء، الله عالم يعني في هم في قلبي يعني، كثير منهم ساعدوني كثيرين يعني. يعني آخر أقول شكرا حق واحد آخر يعني هو من زمان صديقي، والآن برمضان أوجه له تحية، اللي هو الأستاذ الإعلامي الكويتي خليفة الفضلي أبو دعيج، هذا هم من الناس اللي الآن مشارك في يعني متابعتي في الإعلام، يعني مسكين يعني وايد يعني يحب يعرفني في الناس ويتصل على إذاعات وكذا، فرجل محترم وأوجه له التحية والامتنان. وش لي بغيرك دامني وياك، وانت هو انا والقلوب مرتاحة، وحبي وحبك ما له اشراك، صافي بحر ويضم سباحة. وش لي بغيرك
مرتاح.